لا تجعل همك حب الناس لك، فالناس قلوبهم متقلبة، وليكن همك حب الله لك. إن أحبك الله جعل أفئدة الناس تحبك، فكن جميل الخلق تهواك القلوب، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحد حتى وإن لم يكن يستحق منك ذلك، ولا تخطئ في من أخطأ في حقك، ولا تحقد على أحد، وعامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، ولا تحزن على طيبتك وحسن ظنك بالآخرين، فإن لم يوجد في الأرض من يقدرها وفي السماء من يباركها. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكثر من يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق.